السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من المشهد التونسي. قال الرئيس التونسي باجي قايد السبسي: مسؤولون في الإمارات المتحدة طلبوا مني تنفيذ سيناريو مصر في تونس، فرفضت تنفيذ هذا السيناريو الخطير. هذا بعض ما أصر به الرئيس باجي قايد السبسي في لقاء خاص مع الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات حسب تصريحه الأخير. وأضاف أن السبسي قال له بأن الإماراتيين لديهم أجندة سياسية خطيرة يستحيل علي تحقيقها في تونس لأنها باهظة التكاليف، ومعروف بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استثمرت أموالا كبيرة في تونس لإقصاء حركة النهضة من المشهد التونسي السياسي، منها تمويل قنوات تلفزيونية وجرائد ونوادي رياضية وشخصيات ورجال أعمال نافذين ومعروفين. بل ويدور الحديث أيضا عن تغطية نفقات تعليم بنات أحد كبار قادة اليسار البارزين في مدارس فرنسا، فضلا عن أموال قدمتها الإمارات لدعم الحزب الناشئ نداء تونس. ويبدو أن بقاء النهضة مكونا هاما في التوافق الحاكم في تونس دفع بالإمارات التي يصفها مراقبون بأنها قاطرة قوى الثورة المضادة للثورات العربية إلى مصارحة السبسي بضرورة التصفية الجسدية لحركة النهضة بدل الاكتفاء بالإقصاء. قبل أن نبدأ النقاش نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. في اجتماع عقد في دبي في 18 يوليو/تموز عام 71 قرر حكام 6 إمارات من الإمارات المتصالحة وهي أبوظبي، دبي الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة تكوين الإمارات العربية المتحدة. وفي شهر ديسمبر كانون الأول من العام نفسه تم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد ذلك أي في 10 فبراير/شباط عام 72 900 و1000 انضمت رأس الخيمة إلى الاتحاد، فأصبح الاتحاد متكاملا بالإمارات السبع. منذ تأسيسها القريب ظلت الإمارات العربية المتحدة على هامش القرار العربي ومعنية بداية بالخروج من حالة التخلف والبداوة، واستجلبت من الدول العربية الكبيرة في مصر وسوريا والعراق المدرسين وأساتذة الجامعات ومن شبه الجزيرة الهندية العمالة المدربة والطاقة البشرية الرخيصة لبناء نهضة عمرانية كبيرة. الوفرة المالية الكبيرة لدولة الإمارات لم تجعلها تهتم بتحرير جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى من الاحتلال الإيراني، ولا ببناء نظام ديمقراطي حر يحاكي النظام السياسي للدول الغربية والذي لم تأخذ منه غير البنايات العالية أو البنوك الربوية. اهتم حكام الإمارات بالوقوف في وجه الربيع العربي الذي فتح أفق التغيير السياسي وإقامة نظام سياسي عربي قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. دفعوا الأموال بسخاء لدعم الانقلاب في مصر ومساندة الجنرال المتمرد خليفة حفتر في ليبيا، ودعموا الباجي قايد السبسي رئيس تونس، إلا أن الأخير امتنع عن السير معهم إلى نهاية الشوط. مصر علاش نقول لك أنا سيد رئيس الجمهورية في حوار شخصي معه حوار شخصي قال لي راهو الإمارات عندهم طلبات وأنا ما نجمش نحققها. هذا سيد رئيس الجمهورية سي باجي قايد السبسي في حوار شخصي معه قال لي راهو الإمارات، قلت له مش قلتوا عندكم معونات وما معونات وتحدثتوا على دول؟ قال لي ما الاجنده نتاعهم سياسيه باهظه ما نجمش نعملها انا. طالبين السيناريو المصري في تونس. فهمت؟ ورئيس الجمهوريه قال ما نجمش نمشي فيه هذا. هو قال اوف ذا ريكورد بينك نقول لك هذا موجود. علاش؟ على خاطر احنا قعدنا في البينج بونج كالكوره بين الكوره. لم تكتفي دولة الإمارات بالدماء التي سالت في مصر نتيجة الانقلاب الدموي للجنرال عبد الفتاح السيسي والمأزق الخطير الذي تعيشه البلاد اليوم، بل تريد نسخا منه في كل دولة عربية عرفت انتخابات نزيهة وتتجه لبناء نظام حر. أهلا وسهلا بكم مجددا. التقرير كان للزميل الطيب الغلوفي وقراءة زميل عثمان سابق، شكرا جزيلا لهما. معي على الهاتف السيد الحبيب بوعجيلة مكاتب ومحلل سياسي من تونس. أهلا وسهلا بك السيد الحبيب بوعجيلة. اهلا وسهلا واهلا بالساده المشاهدين على قناه المغاربيه. مرحبا بك مجددا. سيد الحبيب بوعجيله، كيف وقع هذا الخبر او ربما هذا التفصيل الخطير في هذا اللقاء مع السيد سفيان بن فرحات هذا الصحفي الذي التقى في لقاء سري مع الرئيس التونسي الذي افصح له واسر بان الامارات
طلبت منه تنفيذ السيناريو الانقلابي الدموي المصري مقابل سخاء وكبيرا في الإعانات. الحقيقة هو الإضافة التي قدمها سفيان بن فرحات في هذا التصريح هي فقط نقله لهذه المعلومة على لسان السيد الباجي قايد السبسي دون أن يصدر تكذيب رسمي من رئاسة الجمهورية، مما يدل على صحة هذا التسريب. ولكن المعلومة في حد ذاتها ودور الإماراتي المشبوه الذي يعني اضطلعت به في علاقة بالقوى المضادة للثورة منذ لحظات التجاذب السياسي بين الترويكا الحاكمة ومعارضيها، هذه المعلومة ليست خافية على أحد. هناك تأكيدات طبعا بأن أموال كثيرة ضخت على امتداد سنوات التجاذب السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الإمارات المتحدة، وهناك تصريح معروف للسيد برهان بسيس الذي هو أيضا إعلامي في قناة نسمة التي يعمل بها السيد سفيان بن فرحات كمحلل سياسي. كان لبرهان بسيس تصريح منذ تقريبا شهرين أو أقل في قناة التونسية في حوار مع الإعلامي سمير الوافي الذي هو الآن سجين على قناة التونسية، أكد فيها برهان بسيس أن المؤامرة الانقلابية بتوجيه من دول يعني معلومة كانت واضحة في جويلية 2013 وخصوصا بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وأن قوى يعني دولية وبالذات يعني دول عربية ودولة عربية بالأساس ضالعة في هذا التآمر. هناك تأكيدات من أعضاء في الحكومة في فترة الترويكا وأعضاء أيضا حتى في الديوان الرئاسي أكدوا على حجم الأموال التي ضخت منذ يعني انتخابات 23 أكتوبر من طرف الإمارات لبعض الأطراف السياسية في البلاد، وخصوصا أموال كثيرة ضخت أثناء اعتصام الرحيل الذي كان تقريبا هو الغطاء السياسي لانقلاب لم يتمكنوا من إنجازه نظرا للموقف الشهير الذي اتخذته المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت عندما أحاطت يعني المجلس الوطني التأسيسي بالأسلاك الشائكة كرسالة واضحة من الجيش الوطني بأنه لن يكون طرفا في الانقلاب على الشرعية. ومنذ ذلك الوقت اتجهت بطبيعة الحال القوى السياسية المعتصمة هناك إلى خيار الحوار الوطني وابتزاز الترويكا الحاكمة والضغط عليها، باعتبار أن لحظة التوازن وقتها لم تكن تسمح لا للترويكا بالاستمرار في الحكم دون هرسلة مرهقة للبلاد، ولا كان ممكن أيضا للمعارضة في ذلك الوقت جبهة الإنقاذ التي كانت تضم التجمعيين واليسار لم تكن قادرة على أن تنجز يعني مخططها الذي كانوا متفقين عليه، وهو الانقلاب بالتعاون مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، والتي أعدوا فيها قائمات للاعتقال وأعدوا فيها قائمات أيضا للتعيين في المناصب الحكومية، وحاولوا أن يعلنوا تاريخا لبدء عملية اقتحام المؤسسات السيادية، وبدأ في هذا الاتجاه محاولة من طرف اليسار التونسي باقتحام بعض الولايات المحافظات نسميها نحن وتعيين ولات يعني في الشارع، ولكن في الحقيقة بعد ذلك نداء تونس لم يواصل الانخراط في هذا الموقف عندما تبين له أن موازين القوى داخل مؤسسات الدولة ليست مع الانقلاب على الترويكا الحاكمة في ذلك الوقت. فالحقيقة يعني دور الإمارات لا يخفى على أحد، بقي أن ما أضافه سفيان بن فرحات هو أنه هذه المرة
نسب التصريح إلى السيد رئيس الجمهورية الحالي كما قلت دون أن ينفي أحد هذا الخبر. لا. وبطبيعة الحال هذا الخبر وهذه المعلومة الآن ستعيد ترتيب المشهد السياسي كله، لأنه يثبت بما لا يدع مجال للشك أن وضعية المشهد السياسي الحالي كلها كما كنا نؤكد باستمرار لم تكن تطورا طبيعيا بين قوى حقيقية على الأرض دخلت السيد الحبيب انتخابات تتنافس انتخابيا وديمقراطيا، بقدر ما كان الأمر يتعلق بين صراع قوى سياسية طرف منها مدعوم بشكل واضح من قوى خارجية السيد الحبيب. مالا ومعلومات ودعم لوجستي. نعم السيد الحبيب بعجلة، إذن كان هناك سيناريوان، يعني سيناريو الانقلابي الفاضح العسكري الدموي الذي رفضته القوى السياسية بما في ذلك النداء، لأنه كان سيقوض حتى حزب النداء وكان السيد خلتون. لا ليس نعم. هذا ليس هذا رفضته. أيوة. لأن المؤسسة العسكرية نعم. والتوازن على مستوى الشارع لم يكن يسمح بإنجاز هذا نعم. الانقلاب بشكل آمن. آمن. لكن هناك الواقع البشري مظاهرة 250 ألف في ساحة القصبة في رمضان، ثم موقف العسكر الذي رفض هذا المسار باعتبار أنه نعم. يعرف بأن نعم. نداء تونس وجبهة الإنقاذ غير قادرين على الإمساك بالشارع وعلى السيطرة وضمان الأمن والاستقرار. أدقق، ليس نداء تونس الذي رفض المسار الانقلابي هكذا من تلقاء نفسه. نعم لكن إذن عندما استحال هذا السيناريو الانقلابي الدموي، السيناريو المصري الذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة على قائد السبسي كما قلتم أو كما قلت بسبب نعم. اختلال الميزان لصالح ربما الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي نعم. إذن انتقلوا إلى المخطط با أو إلى البلان بي بعد بي. الفشل. نعم بلان بي هو أن يحكم السبسي وأن يصل إلى الحكم بأي ثمن، وكان هنا الإمارات أن تدفع أموال الحوار الوطني أرجوك. نعم. البلان بي هو الحوار الوطني. أيوة. الذي تحولت فيه القوى السياسية الممثلة في جبهة الإنقاذ وهي تحالف اليسار والتجمعيين، اليسار الاستئصالي والتجمعيين مع بعض قوى ليبرالية يجمعها ما يمكن أن نسميه بالعداء للإسلام السياسي، انتقلوا للبلان بي الذي هو ما يسمى بطاولة الحوار الوطني وعرض خارطة الطريق التي تدفع في اتجاه خروج الثلاثي الحاكم من القصبة وخروج المرزوقي من قصر أرفاج، ولكن وتعيين طبعا حكومة موالية لهم. هذا أيضا لم يتمكنوا من فرضه كاملا رغم مساعدة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين. لم يستطيعوا أن يفرضوا حكومة كما يريدون بأسماء معينة، وفي الأخير تم التوافق على المهدي جمعة، ولم يستطيعوا، وهذا أيضا الأساسي، لم يستطيعوا في مرحلة ثانية أن يخرجوا الدكتور المنصف المرزوقي من قصر قرطاج بعد أن أعلن بأنه لن يخرج إلا بانتخابات ديمقراطية. وفي هذا نعم. الموقف أيضا مرة أخرى كان جزء من المؤسسة العسكرية الحامية نعم. الشرعية متفقا مع الرئيس المرزوقي، لكن دخلت لكن سي بعجيلة حتى الانتخابات. سي الحبيب نعم. نعم هذا نعم. حق، لكن الأموال الإماراتية دخلت بطريقة أو بأخرى ومولت يعني الإعلام، مولت رجال أعمال نعم. مشهودين معروفين، مولت كذلك بعض القنوات التلفزيونية المشهورة المعروفة التي كانت على وشك الإفلاس، وهذا نعم. يعني ذكر حتى باختصار في مقالة لأحد الكتاب العرب الكبار مثل فهمي أهويدي الذي ذهب نعم. إلى تونس، والذي تطرق إلى هذا الموضوع يعني بأن المال ربما كان هو يعني لعب دورا كبيرا. لماذا لحد الآن لم يتطرق إلى هذا؟ هل لأن تونس في حاجة إلى المال الإماراتي حتى ولو كان هذا المال يفسد الحياة السياسية ويغلب طرف على طرف ويضر بمسار الثورة التونسية؟
لا أبدا، نحن تحدثنا على ذلك. نعم. ولكن أنت تعلم جيدا باعتبارك إعلامي وتتابع يعني المشهد الإعلامي في تونس. نعم. نحن أعلننا ذلك في المنابر الإعلامية التي تنحاز إلى الانتقال الديمقراطي وإلى الثورة، وهي على فكرة ليست عديدة. أعلننا ذلك على مستوى يعني الشبكة العنكبوتية في المقالات في كل التدخلات، ولكن لم يكذبنا أحد، غير أنه المواقع الإعلامية طبعا اللي هي ممسوكة كلها من المنظومة القديمة تغطي هذه المعلومة، ولكن الآن الاختلافات بينهم اللي هي على فكرة امتدت عندها توا شهرين، الاختلافات بيناتهم بين الأطراف الآن المنقلبة بين ظفرين يعني أو التي حاولت الانقلاب، هذه الخلافات هي التي الآن ستثبت ما كنا نقوله من انطلاقا من التحليل وانطلاقا من المعلومات. الآن أصبحوا هم يقدمون لنا هذه الحجج، لأن التمويل الإماراتي انطلق كما قلت منذ ما بعد انتخابات 2011، ولكن اشتد بشكل كبير في فترة اعتصام الرحيل من أجل تسويغ الانقلاب العسكري، ولكنه اشتد أكثر لما تشكلت حكومة التكنوقراط وبدأ الاستعداد للانتخابات. والأموال الرهيبة التي صرفت في الانتخابات، المال السياسي الرهيب الذي صرف في الانتخابات من طرف حزب نداء تونس والأحزاب الحليفة له، طبعا الأحزاب الحليفة له كما الاتحاد الوطني الحر وأفاق لهم تمويلاتهم الخاصة باعتبار رجال الأعمال الذين يقفون معهم، ولكن الأموال الرهيبة التي صرفت من طرف نداء تونس جزء كبير منها بطبيعة الحال يأتي من الإمارات وأيضا العديد من المؤسسات الإعلامية. شكرا. والصحفيين أقول الصحفيين. نعم. أفراد الذين طبعا يقبضون من الإمارات بطرق مختلفة، سواء شكرا. بطرق مباشرة أو غير مباشرة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا السيد الحبيب أبو عجيل الكاتب المحلل السياسي التونسي، كنت معنا من تونس. وينضم إلينا السيد نجيب مراد عضو سابق بالمجلس التأسيسي من تونس أيضا. أهلا وسهلا بك السيد مراد. اهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناه المغاربيه. الله يبارك فيك استاذ نجيب مراد، كيف استقبلتم هذا التصريح؟ هي كانت موجوده، الكل كان يعرف انه فيه تمويل اماراتي للعديد من الجهات المدعمه للسيسي وللسبسي وكذلك لنداء تونس وحتى بعض رجال الاعمال ومؤسسه اعلاميه، لكن لم ربما الان الكلام هذا جاء على لسان قائد السبسي في حد ذاته، كيف استقبلتم هذا الكلام وما هو تأثيره الآن على الساحة السياسية؟ هل سيفتح هذا الملف من جديد بأكثر جدية؟ في الحقيقة ما قاله سفيان بن فرحات لم يأتي بجديد. نعم. هذا معلوم تقريبا من قبل أغلب التونسيين، ولم يعد سرا أن السيناريو الانقلابي الذي حصل في تونس، أنا أعتبر أن هناك سيناريو انقلابي حصل في تونس ولكن بطريقة غير التي كان مخطط لها من الأول، مثل أكيد. ما حصل في مصر أصبح ليس حديث النخب والحوارات التلفزية فقط، ولكن كل التونسيين يعلمون ذلك، أبسط التونسيين يعرفون ذلك. وما صرح به رئيس شرطة دبي قبل سنة عندما تحدث عن إسقاط الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، قال بأن الدور سيأتي على تونس بعد سنة، وهو ما حصل عندما تم إزاحة الترويكا من الحكم وأساسا حركة النهضة، وقال بكل وضوح أنه سيتم إزاحة النهضة من الحكم. نعم. تم تنفيذ المخطط ونجح المتآمرون في الداخل والخارج في ذلك، والبارحة فقط مدير قناة نسمة ومالكها والتي قامت بدور كبير في الترويج للمخطط الانقلابي في تونس وقامت بدور كبير في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وروجت المنظومة القديمة، مدير قناة نسمة الليلة البارحة فقط قال بكل وضوح في اعتراف خطير لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل، قال أن الهدف الأساسي من إنشاء حزب نداء تونس هو إسقاط النهضة من الحكم. نداء تونس هو رأس الحربة في هذا المخطط الانقلابي. نعم. وبالتالي أصبح الأمر واضحا، وهذا الاعتراف جاء فقط ليؤكد ما كنا نقوله وما نؤكده، وهو كما قلت معلوم من قبل أغلب فئات الشعب التونسي أن أطراف خارجية وعربية وأموال من فرنسا ومن دول أوروبية وغيرها ساهمت بهذا المخطط الانقلابي. المخطط الانقلابي نجح، صحيح أنه لم يكن بالشكل الذي حصل في مصر، ولكن تم إزاحة
حكومة منتخبة بصفة شرعية من المجلس الوطني التأسيسي ومن قبل الشعب ازاحت عن الحكم، وهذا لم يحصل في تاريخ البشرية. نعم سيد نجيب، هناك كذلك يعني التأثير الإماراتي أو التمويل الإماراتي ومحاولة إرشاء أطراف في هذه الثورة لم يبقى محصورا في النداء أو في المعسكر القديم الدستوري والتجمع الدستوري، وإنما امتد كذلك لأحزاب يعني يسارية. هناك معلومة تقول بأن الإماراتيين قاموا بتغطية نفقات تعليم بنات أحد قادة اليسار البارزين في مدارس فرنسا، وهم الآن يتعلمون في مدارس فرنسا، والكلام هذا موجه يعني هو باش نقولها بكل صراحة يعني هذا بنات السيد حمى الهمامي القائد في الجبهة الشعبية. نعم نعم، أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل لأنه ربما التاريخ سيكشف. نعم. مثل ما كشف معناتها العديد من التفاصيل في الحقبة السوداء للديكتاتور بن علي، سيكشف كل هذه الحقائق. التاريخ لا يرحم وسيتم كشف هذه الحقائق. أنا سأستعير مصطلح ذكره المفكر الجزائري الكبير مالك ابن نبي رحمه الله. نعم. عندما تحدث عن القابلية للاستعمار، أنا أقول أستعير هذا المصطلح لأقول أنه في تونس يعني في الفترة السابقة وحاليا وفي المستقبل هناك قابلية للفساد وللتآمر. هذه القابلية موجودة عند أطراف سياسية وأطراف إعلامية ومن رجال أعمال الفاسدين الذين سرقوا ونهبوا أموال الشعب بألاف المليارات. وأنا سأؤكد على نقطة أخرى. نعم. باعتباري كنت مقرر لجلسة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي، عندما عقدنا جلسة يوم 6 مارس 2014 مع القضاة المختصين في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وتم نقل هذا الجلسة الاستماع هذه على المباشر على قناة الجزيرة مباشر، وشاهدها الملايين من المشاهدين العرب في الوطن العربي. أكدوا القضاة أن هناك معناتها العديد من الأرصدة المالية تم تهريبها إلى الإمارات وفي دبي بالذات من قبل رموز النظام السابق، ورغم أن تونس تقدمت بالعديد من الإنابات العدلية لاسترجاع هذه الأموال، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم. يعني المؤامرة والمخطط الانقلابي لم يشمل الجانب السياسي فقط، ولكن حتى الجانب الاقتصادي. نعم. والمالي، باعتبار أن أموال الشعب التونسي الموجودة في بنوك دبي وهذا موثق لدى وزارة العدل، لم رفض المسؤولون في الإمارات إرجاع هذه أموال الشعب التونسي. نعم. اللي قام ضد الفساد والاستبداد الدكتاتورية. نعم. والتهميش والفساد. نعم. هذا ما يؤكد أن معناتها الأمر معناتها خطير جدا. نجح الانقلاب وهناك أطراف داخلية سيكشفها التاريخ وإحنا نعرف البعض منها، ولكن سنكتشفها من خلال أمور موثقة هي التي ساهمت في الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي انتخبها المجلس الوطني التأسيسي وما يسمى بالحوار الوطني. هل تعتقد سيد نجيب في هذا المسار؟ نعم سيد نجيب مراد، هل تعتقد أن تنازلات النهضة مثلا التي تشكل يعني جزء رسمي جزء كبير من المشهد السياسي التونسي، أن تنازلاتها ربما جنبت تونس هذا الانقلاب مثلا؟ أنا أعتقد أنه أهم معطى في بلادنا. نعم. هو الموقف الوطني للجيش الوطني. الجيش الوطني حمى الثورة وحمى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولم ينساق في مخططات الانقلابيين. الذي يعتقد أنه السيناريو المصري يمكن استنساخه في تونس فهو وهم، هذا غير صحيح. الجيش المصري ليس الجيش التونسي، والجيش التونسي كان موقفه واضح وصريح، موقف وطني في حماية الشرعية. ومعنى الأطراف التي راهنت على استدراج المؤسسة العسكرية لتنفيذ مخططها فشلت، ولكن قامت بتحويل المخطط يعني السيناريو المخطط من خلال يعني الاعتماد على الاتحاد العام التونسي للشغل في. نعم. إزاحة معناتها حكومة منتخبة معناتها عن الحكم. نعم. هل تعتقد أيضا سيد نجيب؟ نعم. أنت تكلمت على الدور المؤسسة العسكرية الجيش في تونس في مسايرة الثورة وفي الحفاظ كذلك على الأقل ما يمكن الحفاظ عليه من الثورة التونسية والاستقرار، هل تعتقد أن ما تعرض له الجيش من عمليات إرهابية تقتيل كمائن كان هذا كله من أجل جر الجيش إلى التصرف بصورة متطرفة وربما توقيف المسار الديمقراطي وحتى ربما الدخول في مواجهة مع النهضة كتنظيم ربما إسلامي؟
نعم هو استهداف الجيش معناتها سواء في الشعامبي او غيرها من المناطق الاخرى، كان الهدف الضغط عليه ماديا ومعنويا وسياسيا لاستدراجه معناتها للقيام بسيناريو مشابه لما حصل في مصر. ولكن والحمد لله الوطنيين داخل الجيش الوطني لم يرضخوا ولم ينساقوا في هذا المجال، ووقفوا صامدين امام هذا المخطط التآمري، ونحن الحمد لله يعني وطبيعه الشعب التونسي وطبيعه يعني والموقف الوطني للجيش الوطني يعني افسد على هؤلاء الانقلابيين المتآمرين مخططاتهم، رغم اللي نجحوا جزئيا في الوقت الحاضر من خلال رجوع المنظومه القديمه للحكم. ونحن ربما لا يعلمه المشاهدون في الوطن العربي انه معناتها المنظومه القديمه قاعده يعني تركز في انصارها في كل المؤسسات والادارات والوزارات لمحاولة استرجاع نفوذها الذي كان قبل 14 جانفي، ومحاولة محو كل النتائج الإيجابية للثورة وأساسا الحريات، حرية التعبير والجمعيات إلى غيرهم. نعم، آخر سؤال قبل أن تغادرنا السيد نجيب مراد، هل تعتقد أن تونس الآن يعني بمنأى عن خط الخطر الانقلابي إلى يعني لم تبقى في هذه الدائرة التي تشكل خطر، يعني ربما سيحدث نتيجة ذلك انقلاب؟ أنا متفائل بالنسبة للوضع في تونس باعتبار أنه لن يكون الشعب متيقظ وفاهم اللعبة القذرة التي يخطط لها المتآمرون من داخل البلاد وخارجها، وهم معناتها لن يتوقفوا على ذلك. الشعب هنا إن لزم الأمر سيقوم بثورة ثانية، والثورة الثانية ستكون حقيقة ثورة صحيحة لن تتسامح مع المتآمرين، يعني سيفشلون. هم يحاولون بكل جهودهم لاسترجاع مع امتيازاتهم السابقة وفي انسجام مع مخططات الأجنبية سواء من فرنسا أو من بعض الدول العربية أو من مخابرات أجنبية، ولكن شعبنا الذي معناتها نجح في إسقاط إحدى أعدى الدكتاتوريات في العالم سيعض بالنواجذ على حريته ولن يسلم لهؤلاء، والمستقبل سيثبت ذلك إن شاء الله. وإن شاء الله. شكرا جزيلا السيد نجيب مراد العضو السابق في المجلس التأسيسي، كنت معنا من تونس أشكرك. وينضم إلينا الدكتور عبد المنعم حريشة الناشط السياسي والأكاديمي من طرابلس من ليبيا، أهلا وسهلا بك السيد الدكتور عبد المنعم حريشة. نعم مرحبا بك الدكتور. يعني أنت تعلم جيدا أن الإمارات السعودية مصر وخاصة الإمارات ومصر قدموا مساعدات عينية وضربات جوية لبعض الفصائل الإسلامية والثورية وغير ذلك دعما لخليفة حفتر هذا اللواء المتقاعد، وما زالت تقدم هذا الدعم اللوجستيكي، دعم كذلك من أجل ضرب أي مساعدات ربما تقدم لي الجانب الآخر من المؤتمر المقيم الآن في طرابلس، وقد ضربت سفينة تركية مؤخرا. هل هذا الدور في تصاعد أم في تناقص وانخفاض في رأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدي القناة المغاربية. أول نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤالك يا أخي الكريم، نحن كليبيين بفضل الله عز وجل الثورة هذه بدأت في 17 فبراير 2011 والآن نحن في 2015. تكالب عليها الكثير يا أخي الكريم، بداية من الطاغية المجرم المقبور معمر القذافي وكتائبه، وبفضل الله عز وجل انتهت هذه الأسطورة في 20 أكتوبر 2011 بمقتل هذا الطاغية الفرعون، وبدأت الحرب اللي هي ضد هذه الثورة من عدة جهات، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو حتى أجنبية. يعني يعني الآن كما ذكرت المدعو حفتر خرج علينا في يوم 16 مايو 2014 بما يسمى بجيش الكرامة، وقال أنه يعني حيحرر المنطقة الشرقية بنغازي من الإرهابيين ومن ما يسمى بأنصار الشريعة ومن الكلام هذا. يعني الإرهاب يعني يا أخي الكريم الآن تبدو الصورة واضحة لك وللمشاهدين، ما رأيته في هذا العام 2000 اللي هو من 16 مايو 2014 إلى 16 مايو 2015، عام من الإرهاب، عام من الرعب، عام من الدمار، يعني في مدينة بنغازي وتعتبر المدينة الثانية
في ليبيا، يعني من حسب تعداد السكاني ومن مساحتها. يا أخي الكريم، ما رأيناه كذلك من قفل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والصحية والمستشفيات، دمار في عدة مناطق يا أخي الكريم، قتل وتهجير أعداد كبيرة من النازحين. هذا ما خلفه المجرم حفتر، وهذا ما خلفه الانقلابيون اللي هم طبعا يريدون أن يرجعوا الحكم الدكتاتوري السابق. طبعا الآن زي ما ذكر في سؤالك، توجد دول عربية، وهذه الدول هي الإمارات العربية ومصر. طب في مساعدات يوميا، أقول لمثال مش حتى أسبوعيا، تأتي من هذه الدول لمساعدة هذا المجرم. ومن ساعده على الإجرام؟ طبعا الحكومة المصرية على رئيسها اللي هو الانقلابي السيسي، يعني وكذلك الأسرة الملكية في دبي، باش تبدأ الصورة الواضحة، يعني في الإمارات، يعني في يعني أبو ظبي. ما يفعلونه الآن ضد الشعب الليبي سيكون وبال عليهم هذه الأسرة الحاكمة، سواء كان في الإمارات أو في أو يعني السيسي المجرم الطاغي الذي الآن يعني جاء، يعني حتى هو الآن له لحوالته الآن عام من الدمار في مصر هو، ولم تنتقل مصر إلى الخير كما وعدهم الشعب المصري. يعني الآن سمعنا أخبار محزنة عندما رئيس يعني انتخبوه بنسبة 52%، وأول رئيس عربي حامل لكتاب الله، يعني الآن يحكم بالإعدام، ويعني مهزلة كبيرة جدا الآن نراها في الدول العربية وفي التوراة العربية. طبعا أنا مواطن ليبي أدين وأستنكر ما تفعله الحكومة المصرية وما تفعله الحكومة الإماراتية. وأنا أناشد من هذا من منبر قناة المغاربية، يوجد رجال أعمال ليبيين إلى يومنا هذا يخبؤون في سجون الإمارات، والله عيب وعار وأكبر عار. هؤلاء الناس طبعا شرفاء، يعني أنا مستغرب الآن، يعني إلى يومنا هذا لهم حوالي أكثر من سبعة أشهر، دكتور عبد المنعم، أشهر موجودين في سجون. دكتور عبد المنعم، هل تعتقد لو قدر الله وأن نجح الانقلاب وأن رضخت تونس لمساومات الإمارات العربية المتحدة وقامت بانقلاب عسكري كما طلب منها ذلك من الإماراتيين، هل تعتقد أن هذا كان سيكون ربما مطلع السوء على ليبيا، وأن الأوضاع كانت ستكون أسوأ مما هي عليه الآن في ليبيا؟ والله سامحني يا أخي الكريم، الصوت متقطع لأن التغطية ضعيفة، لو تعيد السؤال لو سمحت. سامحني يا أخي الكريم. السؤال هو، نحن بصدد الآن الحديث عن طلب من الإمارات المتحدة للباجي قايد السبسي بأن يقوم بتنفيذ سيناريو كالسيناريو المصري انقلابي دموي، لكنه رفض باعتبار المؤسسة العسكرية كانت حيادية وكانت تفضل الاستقرار والثورة وغير ذلك، وبالتالي فشل هذا السيناريو المصري في تونس. لو نجح هذا السيناريو المصري في تونس، هل كانت الأوضاع في ليبيا ستبقى على ما هي عليه الآن؟ نعم يا أخي، أولا سؤال وجيه وسؤال الآن، يعني بالنسبة ما فعله الرئيس تونس القائد السبسي يعتبر عين العقل، ورده رد جميل ودبلوماسي، بحيث أن احنا الآن كليبيين سعدنا بما رد على هذه الحكومة اللي هي أو هذه الإمارة، إمارة الإمارات، يعني مع احترامي ليست احنا نقوله في مثل ليبي او في مثل عربي، الفلوس تغير النفوس، ولكن يعني هذا الرجل دخل هذا التاريخ القائد السبسي، ورفض كل الاغراءات الماليه التي طرحت عليه من قبل او المساعدات او الاعانات او ما يسمى بالكلام الفاضي اللي هي ادارات الامارات لتونس. يعني شهاده لله موقف تونس، سواء كان في ثوره 17 فبراير بدايتها من 2011 إلى يومنا هذا موقف مشرف. نشعر بأن الجارة تونس لها مواقف مشرفة إلى هذه اللحظة، يعني وطبعا هذا يعتبر احنا في أمثال أخرى تقال يعني الجار يعني له قبل الدار معناته. فما تفعله تونس الآن يعني يعتبر زي ما تقول سبقة ليبيا على الإمارات. الإمارات هوني بعيد على تونس آلاف الكيلومترات، وما فعله القائد السبسي رئيس تونس هو عين العقل. وأنا كمواطن ليبي أشكر رئيس تونس على هذا الموقف اللي هو الكبير والمشرف وسيكتب في التاريخ. شكرا جزيلا الدكتور عبد المنعم،
حريشة، الناشط السياسي والأكاديمي، كنت معنا من ليبيا من طرابلس، أشكرك شكرا جزيلا. وأذكر مشاهدي الكرام بأن الرقم موجود الآن في أسفل الشاشة ستشاهدونه، هذا الرقم بإمكانكم الاتصال به معنا بعد هذا الفاصل للإدلاء بآرائكم في هذا الموضوع المتعلق بما قاله الصحفي سفيان بن فرحات حول لقاء سري كان معه مع قائد السبسي، وقال له بأن الإمارات عرضت عليه السيناريو المصري مقابل إعانات، فرفض السبسي باعتبار أن الجيش لن يقبل بهذا ولن يدخل في مثل هذه المتاهات، وقد عبر عن هذا أثناء الثورة. أشكركم، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، تنضم إلينا نجاة من تونس، أهلا وسهلا بك نجاة. هل ما زلت معنا نجاة من تونس؟ أو يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نجاة من تونس. أهلا وسهلا بك، يبدو أن عادت إلينا تونس أو نجاة من تونس. مرحبا بك نجاة، تفضلي. اهلا وسهلا سي محمد. الله يبارك فيك، مرحبا بك. والله يا سي محمد الى جانب ما قالوا جميع المتدخلين. نعم. انا باش نضيف لك اربع نقاط. ايوه. النقطة الأولى استهداف الجيش وعقبة له، لأن ما مشاش في مخطط الانقلاب. نعم. لذلك احنا في تونس ديما نتسائلوا ما هو مأساة الإرهاب من أين أتى؟ أيوة. ولم نصدق يوما ان التونسيين يقتلوا بعضهم هكاك هباء، الا اذا يكون ثم مخطط محكم التخطيط. اثنين، بالنسبه للوقت اللي اطاحوا بالترويكا، جابوا الحكومه نتاع التكنوقراط. ايوه. وتتذكر معايا سي محمد. نعم. اللي اعطاهم خريطه الطريق. صح. وخارج الطريقة دي فيها تسكير الجمعيات وخاصة الإسلامية، التضييق على المساجد والمصلي، روابط حماية الثورة حشاهم في الحبس وتابعوهم، وثالثا ورابعا الطريق إقالة كل المسؤولين اللي سميتهم الترويكا. إذا فرشوا الطريق للانقلاب اللي عارفينه باش يجي في 24 اكتوبر. ايوه. ثم بعد ذلك احنا قلنا في وقت الانتخابات التشريعيه والرئاسيه وصحنا وعيطنا وقلنا راهو الفلوس تغطي البلاد كامله. مع الاسف الشديد هنالك ثم ضعاف النفوس اللي يقبلوا الفلوس، ماذا جعل هذا حزب التقي؟ هو ليس بحزب، هو مجموعه وقمت عصابه نتاع انقلاب ابيض لا اكثر ولا اقل. نعم. وهوني تراك تشوف كيفاش المشاكل بيناتهم وكيفاش ياكلوا في بعضهم. وبالنسبه لسي قايد السبتي، هو رغم عن انفه قبل الوضعيه السلميه، لانه يعرف ان ثلاثه ارباع التوانسه لم يقبلوا به الانقلاب، ويعرف التوانسه مسلمين وسيدافعون على الشرعيه مهما كانت التكاليف. شكرا جزيلا نجاة، كنت معنا من تونس، اشكرك. متصله وفيه معنا جلال من تونس، اهلا وسهلا بك جلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي الحبيب محمد المغراوي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي جلال، تفضل. وشكرا للقناة اللي تعطينا مساحة باش نوصلوا فيها صوتنا. نعم، هذا واجبنا. أنا اللي مفقودة معايا صفة كبيرة في تونس. نعم. لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطادها. أيوه. الحملة الانتخابية للرئاسة في تونس سنة 2014 تم الترويج لانتخاب السيد الباجي قائد السبسي لأنه قادر على جلب الأموال لتونس أكثر من غيره، ومن يعطي بيد
في أخوه بأخرى. فالوطن أغلى من الذهب والدم وحتى من دم أولادي. ولا أريد التعليق على دولة المؤامرات التي أصبحت عبرية أكثر من بني صهيون. وأحيي موقف السيد الرئيس الباجي قايد السبسي للموقف الوطني، وإن كنت لست معه. وشكرا للقناة. والله لو كان القناة المغربية موجودة ويسمعها التوانسة أكثر من غيرها، والله يتفتح العقول والعيون والأبصار إن شاء الله. يكون عندنا مكتب في تونس إن شاء الله. جلال من تونس، شكرا جزيلا لك. معنا أحمد من إيطاليا، أهلا وسهلا بك أحمد. السلام عليكم. نشكركم ونشكر قناة المغرب والمستمعين والموظفين. وعليكم السلام ورحمة الله. المرأة الأولى وقال السيد لازم قايد سبسي لازم يقبل شروط الإمارات، لأن الإمارات استولت على مصر والمغرب، هي على البنيان تستثمر الأراضي بالبكس وتبني فيه البنية وتضيع للشعب، هذا ما تفعل، ليس عندها أي شيء. ولكن إلى أراد إلى حبس قايد سبسي المال سيجمعه من البلاد، إذا شربوا فنجان قهوة سيجمعون الملايير ماشي الملايين، كما المغرب قال لك يجمع 216 مليار بالشفقة، والجزائر 30 مليار دولار. هذا لا يصح. إذا أراد الشعب، نحن قادرين أن نبني دولتنا بالاقتصاد ونقضي على الفقر والبطالة بإرادة الشعب التونسي، ولكن هذه الحكومة لا تسمع لها أحد. أعطيني المال وأعطيك البلد وأعطيك حتى الكلية. شكرا. نعم شكرا جزيلا أحمد، كنت معنا من إيطاليا، عندنا كثير من المكالمات أشكرك. وصلت رسالتك. معنا محمد من القصرين، أهلا وسهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا أخي الكريم، بالأول نشكر قناة المغربية على إتاحة الفرصة. نعم العفو. تفضل. وبالثاني هنا نقول للإمارات أن ما عندهاش الحق باش تتدخل في الشأن التونسي الداخلي. ونحب نبعث نداء للمضربين عن العمل ومعطلين المسيرة الاقتصادية. نحب نعمل لهم نداء وأنه راهو أكثر من اشترى الشعب التونسي عاطل عن العمل. رجاء فكوا الاعتصامات وانتبهوا لأرواحكم، تونس راهي باش تتباع. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن القصرين يقول بأن نص الشعب التونسي مضرب عن العمل، يعني ما عندوش عمل، عاطل، ويزيد للشركة الأخرى تضرب العمال يضربون عن العمل، يوجد لهم نداء. معنا يوسف من تونس، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لا يا أخي، أنا حبيت مشاركة كثيرة بالنسبة للإمارات والسيد. نعم. سفيان، هذا ملاحظة أنه عندوش مصداقية أولا في تونس، وثاني حاجة هو عنده منبر لكن ما كفاش المنبر تاعه، هي قناة نسمة. أيوة. المعادية للإسلام والعروبة. وثاني حاجة هو إيش عملنا في إشهار لبيجي قايد. نعم. السبسي، ومانيش ندافع عن الامارات. هو في تقرير يقول بان نسمة استفادت باموال كبيره من الامارات. نعم يا سيدي، هذه معروفه، هذه لعبه ما بين في سفيان، هذا اللي المنبر تاعو هي نسمة، وحوس على منابر اخرى اليوم معناها باش يظهر فيها على قناتكم الكريمه، المفروض ما يظهرش عليها هذا، لاني هذه قناه الثوار، هذه تسمى، انا بنسميها قناه الثوار وقناه الثقه. نعم. ولكن هذا ما يخفاش على الناس انه الموضوع معه جديد يا سي محمد. نعم. منذ أيام، لو اتبعت أنت صحافي تعرف هذا أدرى مني وأعلم مني، في فرنسا ماذا قال الرئيس الفرنسي؟ اشترط موافقة الإمارات لإعطاء الإعانات إلى تونس أو القروض إلى تونس. نعم، دفعت الأموال الإمارات من أجل شراء. بالضبط. نعم. وهذا في فرنسا وما أدراك. نعم. شرطت هذا. احنا ماناش ندافع الامارات، نعرف الامارات انها عدو للاسلام والمسلمين. هي فرنسا عندها قاعده في الامارات، يعني قاعده عسكريه في الامارات. بالضبط، هذا معروف. لكن السيد هذا، من نحب نعرف بك نقول لك حاجه، ان السيد هذا ما جابناش حاجه جديده، ويعمل في شهر روحه ولسي باجي قايد السبسي، انه سي باجي معناها رفضا تاما هذه الاقتراحات. هذه لعبه، هذه هنيه نعرفها ويعرفها الشعب التونسي. نعم. ونطلب منك طلب، سمحت برك، نسأل على سي سمير، عندنا نهارات ما شفناشو.
نعم سلموا عليه بركة وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة. يبلغ إن شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا يوسف كنت معنا من تونس. كانت هذه آخر اتصال أعزائي الكرام مشاهدين. نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى في الحلقات القادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.